عندنا ايه بقى المقادير؟ عندنا كوسه، يعني نحاول نجيب حجم صغنن شويه اهو. عندنا فلفل اخضر، عندنا ليمون، بقدونس، ثوم، كمون، زبادي، طحينه، فلفل احمر. خلاص انا بقى جايبه البوله دي ليه؟ هحط فيها زيت عادي على زيت زيتون، خلاص نص كوبايه ونص كوبايه، رشه فلفل اسود، ملح، مكعب زبده، هنحط الكوسه، هنحط الفلفل الاخضر، الفلفل الاحمر، فصوص الثوم، كل ده هلخبطهم مع بعض وهحطهم في الفرن لحد ما يتشووا ويبقوا طري جدا ان انا اقدر اخلطهم في الكب. اهي شايفين؟ كل ده في الفرن، وطبعا الفرن يبقى سخن. هسيب دول بقى كده شويه واحطهم، كل شويه اقوم ايه حطهم في الفرن، مش عايزه احط زيت كتير من الاول، زي ما هو كده نحطه في الفرن. بصوا الكوسه اصلا اللي انا شوياها اهي، اهي كده هحطها كده ايه نفرمها كده، نفرم الباقي، بس الباقي بقى هحط معاه الليمون ونص كمية الثوم، خلاص الثوم المشوي، عشان النص هعمله هنا وهعمله هنا وافرم. يعني الكوسة لما نيجي عايزين نحدقها هنحط مثلا ايه ليمون مع ايه مع ملح مثلا، خلاص بس احط لها كده شوية ملح. هنحط الفلفل بقى مع الثوم، الفلفل الاحمر مع الفلفل الاخضر مع الثوم، ليمون، طيب احنا كده فرمنا الفلفل الاخضر مع الثوم مع الليمون. بصوا الالوان، بصوا الالوان، وممكن على فكره تعملوها فلفل بارد، يعني دي قرون فلفل فهيبقى سبايسي شويه على فكره مش كتير. هنقلب كده كويس قوي قوي، ابتدي احط الزبادي، دي بقى عايزه تتاكل ساقعه، خلاص. الطحينه مش هنحط لها ميه لان اوريدي الزبادي والخضار منزل الصوص بتاعه، فمش هنحس ان هي محتاجه ميه خالص عشان تبقى طعمه. كله خلطناه في الكبه مع الليمون. هنحط دلوقتي بقدونس، كمون، كزبره خضراء،